فضيلة الوالد، ما رأيكم في رجل يصوم وفي نهار رمضان يرى التلفاز ويسمع الغناء ويرى النساء، وفي نهار رمضان يتكلم بالكلام البذيء ونحو ذلك يا شيخ؟ نعم، أقول رب صائم حظه من صيامه الجوع والظمأ. هذا في الحقيقة ما صار، وإن كان ذمة برئت ولا نلزمه بقضاء الصيام، لكنه حقيقة ما صار. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. مش الفائدة من الصيام، لكن عليك أن تنصحه، جزاك الله خير، وتقول: يا أخي، هذا شهر مبارك، شهر طاعة، شهر تقوى، ولا تدري لعله لا يعود عليك بعد هذا العام. انصح